السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في عالم مريم للطبخ، ومرحبا بكم في وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد التحلية اللي كتجي سهلة ولذيذة، مكوناتها بساط. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بقوا معايا نشوفوا ان شاء الله المكونات والطريقة. ان شاء الله غنحتاجو الكاكاو الحلو، يعني اللي كنديرو مع الحليب، ماشي الكاكاو ديال الحلوى المر. ونحتاجو الزبده النباتيه 100%، كاس ديال الحليب، بسكوي اي نوع. ونحتاجو تقريبا كاس ديال الحليب، زايدين عليه شويه القهوه، القهوه معصره. المهم القهوه تكون غالبه على الحليب. غنزيدو تقريبا نص ديال العلبه ديال الزبده، غنزيدوها على الكاكاو الحلو، ونضيف الحليب. نحاول نمزج العناصر مزيان. غندير البسكوي ديالي في داك الخليط ديال الحليب والقهوه، وغادي نزفو في اللاطه اللي عندي. تنسالي الطبقه الاولى، وغادي نغطيها بالكريمه اللي صايبت ديال الشوكولا. تحلية سهلة وسريعة، يعني ممكن توجديها بسرعة، ما كتاخدش وقت بزاف. نعاود ندير طبقة واحدة اخرى. نبقى على هاد الطريقه هادي حتى كنسالي البسكوي اللي عندي، ونسالي الخليط اللي عندي ديال الشوكولا. تقريبا خدات لي اربع طبقات، اللي خدات ثلاثه ديال العلب ديال البسكوي اللي استهلكت لي هاد الحلوه. كل علبة فيها 200 غرام، البسكوي كل وحدة فيها 200 غرام. خدات لي ثلاثة. من بعد فاش غنكمل الطبقات كاملين اللي قلت لكم، خدات لي اربع طبقات، غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي، وغادي ندخلها للمجمد ثلاجة عادية، ماشي المجمد صافي. ونخليها ما كتاخدش الوقت، يعني غير يشد راسو شوية، تقريبا ساعة المقانة ممكن. سمحوا لي ما صورتش التزيين. المهم
درت فوق شويه ديال البسكوي، حكيته من فوقه وزينته بالفريز فراوله. الحلوه كتجي لذيذه البنات وسهله كتعجب للدراري الصغار بزاف. داكشي باش درتها وبغيت نشاركها معكم، كنتمنى تعجبكم بزاف البنات، وخليوا لي تعليقكم وخليوا لي لايك الى عجبتكم الحلوه.